في بيتها. واحدة من دي كلها أرزاق، كل زول بيفتش لي رزقه حسب المكان اللي هو بيشوف إنه ممكن يكون ده المكان المناسب له. في كل مكان ممكن نحن نلقى أرزاقنا، لكن لما تلقى أي زول من الصباح قايم وشايل حاجات ومستعد عشان ما يمشي يفتش رزقه في طاحونة، أعرف ده صاحب واحدة من الحاجات، وأعرف إنه ده زول عنده يقين جواه إنه هو طاحونته دي مصدر رزقه بيقدر يعيش من خلالها عيشة كويسة. خلونا نشوف أرزاق اليوم والطاحونة. كثير من الناس بيصحوا الصباح يا جماعة بيمشوا عشان ما يمشوا الطاحونة، عشان ما يدققوا العيش بأنواعه المختلفة، وفي اللي بيمشي على طول المخبز عشان ما يشتري العيش يلقاه جاهز، وفي اللي بيمشوا يشتروا الكسر اللي بيشتروها جاهزة دي دقيقة بيدقق في الطاحونة. خلونا نشوف أرزاق صاحب الطاحونة هو معانا في هذا الصباح، بنقول له صباح الخير عليك من خلال صباح الشروق، وإن شاء الله ربنا يكتب لك الرزق الوفير والخير الكثير. تابعونا. شغالين في سوق الأجر هنا في سوق الطواحين. في الحقيقة سوق الطواحين نحن بدينا من أنا حاجة ورثت يعني من جدودنا، كان من بدري فترة طواحين من 80 تقريبا. هذا يعني أعمامنا، نحن بنجي معاهم أيام يعني فترة الإجازات نشتغل معاهم، وحاليا ماسك لي طاحون هنا بتاع عمامي. هم نطحن الحبوب عامة، قمح، ذرة، ذرة بأنواعها، فتريدة، عكر، طابت، دخن، قمح، شعير، دائما من نطحن. ممكن تلقاهم جاهزات، دايرين جاهزات نطحن لك. انت جايبين معاك انك في البيت عندك قمح وداير تطحن ونطحن لك. ما عندك جاي سوق، ما عندك انا يعني بشيل القريش بس داير حاجه جاهزه، تلقى جاهز داير تختارها بحاجتك، الدايره عيش، ذره تطلبها من شيلها منطحن لك. يعني بالذات بنفتح هو دوامنا يكون من 6 صباحا، يعني غالبا كده نهاية اليوم بنقفل المغرب، يعني حسب الشغل. لو فيش عندك شغل، عندك شغل طلبية زايدة ممكن تشتغل ليه بعد العشاء. أيام المواسم يكون الشغل كتير حبة، في ناس بتشتغل سهرات، في ناس بتشتغل الصباحية، في ناس دوام عادي يكون شغالة، في ناس بتشتغل المساء مثلا، يعني عشان النهار ما يكون عندك ضغط كده بتاع شغل، بتشتغل من بعد المغرب ليه حتى ما تنتهي شغلك بالليل. دي أيام المواسم، في رمضان معظم الشغل بيكون بالمساء، الناس صايمة الصباحية، تشتغل تكون جاهز جهاز طلبيتك، حياتك الدقيقة اللي بتكمل في نفس اليوم بتجهزه. بالليل برضه بتقوم يعني بعد الشراب، الناس الشراب بتشتغل ليه 9 10 مساء في رمضان. المهم جهز طلبياتك، رمضان الشغل بيكون غالبا بالمساء، معظم الشغل بالمساء. الأيام العادية يكون الشغل عادي، هو أيام المواسم. اللي يحصل الأيام دي سكري في حبة نايم شديد، لكن غالبا المواسم بتكون أيام الأعياد، أيام رمضان، مع رمضان ومع الأعياد كده. Thank you.
صباح الخير عليكم كل الناس اللي بيتابعين عبر صباح الشروق، واللي اشترت الدقيق من الطاحونة، واللي لسه ما جابوا الدقيق ممكن تمشوا تجيبوا الدقيق من الطاحونة عشان كل زول يشوف رزقه ياكل أكل عيشه بعرق جبينه.